شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اقدم اعتذار الاستاذ محمد الحاتمي عن عدم تمكنه من الابقاء او هذه المداخله وعدم تمكنه ايضا من الحضور لهذا اللقاء العلمي نظرا لتكليفه بمهمه خارج الوطن. اذا عنوان المداخله هو حزب الشورى والاستقلال والمغاربة اليمن الإدماج عبر بوابات العمل السياسي. يقف المتصفح لأعداد جريدتين الرأي العام والديمقراسي الصادرة في الفترة التي تلت وصول المغرب على الاستقلال على مواد متنوعة لها صلة بوضع المغاربة اليهود وسبل إدماجهم في المجتمع المغربي الجديد. جريدة الرأي العام كانت أول منبر أثار قضية وجود منظمة صهيونية تسهر رسميا على تنظيم ترحيل اليهود المغاربة انطلاقا من مكاتبها في الدار البيضاء، ونادت بضرورة وضع حد لهذه الأنشطة، وهو المقال الذي استندت عليه الحكومة فورا لإغلاق مكاتب منظمة خادمة، الدعوة الرسمي للمنظمة الصهيونية العالمية في المغرب. وعلى صفحات الديمقراسي اعتدى كبار المثقفين اليهود من أمثال كارلوس بنزلي وفيكتور ماركا على نشر مقالات تعرض مقترحات واقعية وعملية كانوا يرمون من خلالها تحقيق تصالح حقيقي بين المغاربة اليهود والدولة المغربية والتدشين لمرحلة جديدة تقوم على الثقة والاعتراف بالحقوق الخاصة. والواقع أن حزب الشورى والاستقلال كانت له مواقف جذري في معالجته من قضايا المغاربة اليهود، وهي مواقف لم تفهم في حينها، بل اعتبرت في زمن المزايدات والمضاربة السياسية من قبيل الخيانة والتنكر والانهزامية. ونجد من كتيب إدريس الثاني المغرب المسلم ضد اللادينية الصادر بالضرب في 1952 خلال نموذج لسوء الفهم المقصود والمسخر، حيث أفرد الكاتب مساحة مهمة للتنبيه بمواقف الحزب في قضايا المغاربة اليهود معتبرا إياها متصهينة. وواقع الأمر أن تلك المواقف كانت غاية الواقعية لإدراك زعماء الحزب لموازين القوى الوطنية والعالمية ولوعيهم بأن المد الصهيوني في المغرب بلغ من القوة ما يستوجب للرد عليه والحد منه اعتماد مقاربة ذكية عوض الثمان في المقاربة الأمنية السفة التي على كل حال أفادت المد الصهيوني وخدمته من دون أن تدري. ومهما يكن فإن مواقف الحزب لم تكن وليدة فترة، بل هي تراكم لمعرفة قاسية بحقائق الأمور. نريد في هذه المداخلة المركزة أهم محطاتها. كانت بطول حزب الشورى والاستقلال من أوائل الشخصيات التي عملت مؤتمر اليهود العالمي على ربط الاتصال بهم في إطار خطة مدروسة كانت ترمي إلى إدماج المغرب اليهودي في منظومة العمل الوطني ليكون لها نصيب في الحركة الوطنية التي كان مؤتمر يعرف أنها لا محالة ستخرج منتصرة في صراعها ضد سلطات الحماية. فمن خلال متابعتهم لتطور الأوضاع في المغرب لاحظ أطر المؤتمر اليهودي أن موجة العداء لليهود أخذت أبعادا لا يمكن ردها جميعا إلى مضاعفات الصراع العربي الفلسطيني واعتباره مصدرها الوحيد، وانتبهوا إلى أن القوى الوطنية المحافظة تساهم بطريقة أو بأخرى في الترويج لثقافة المعاداة اليهود، وهي مسألة تبعث عن القلق وتستلزم اتخاذ تدابير عملية للحد من مضاعفاتها. وعليه فإنهم جعلوا من رد الاتصالات بالقوى الليبرالية في البلدان الإسلامية غاية مستعجلة، ظنا منهم أن لها ما يكفي من أدوات التأثير لتحويل وجهات الغضب الشعبي من استهداف اليهود ومصالحهم إلى قوة إيجابية تهدف إلى تحقيق الانسجام بين الأغلبية المسلمة والأقلية اليهودية في انتظار الوصول إلى توافقات عامة تضمن السلامة والأمن للجميع. ومن أولى الشخصيات المغربية التي تم الاتصال بها الأستاذ عبد القادر مجلون الذي بدوره أخبر رئيسه بالموضوع، فشجعه هذا الأخير على المضي قدما في الاتصالات مع حضور المؤتمر اليهودي العالمي
إدراكه من جهة لقوة اللوبي اليهودي في دعم القضية المغربية، ومن جهة أخرى لكسب المغاربة اليهود لصالح القضية المغربية، وفي ذلك إضعاف لكافة الإدارة الاستعمارية في المغرب. والظاهر أن حسابات وزاني كانت واضحة ورمت إلى تحقيق المكاسب على ثلاثة مستويات. المستوى الأول التأثير على اليهود المغاربة وكسبهم لصالح القضية المغربية، وتشجيع فعاليات يهودية من خارج الدول للتعامل مع السلطات الفرنسية على الالتحاق بصفوف الحركة الوطنية ليكون لها مستقبلا نصيب في المناصب العليا في تسيير وتدبير الشأن العام الوطني. المستوى الثاني كسب تأييد الرأي العام الفرنسي عبر التأثير على السياسيين اليهود الفرنسيين والمتعاطفين معهم. المستوى الثالث والتأثير على صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية الذين اتسم موقفهم حتى نهاية 1954 بالسلبية تجاه القضية المغربية، لأن استمالتهم تسهل المأموريات داخل أرقى منظمة الأمم المتحدة. كان حزب الشورى والاستقلال أول من فتح السلطان محمد بن يوسف في موضوع وجوب الحديث عن المغاربة اليهود وتخصيص نصيب من اهتماماته به، ويعود الفضل لاعتقاد ابن جلون خلال إحدى زياراته لدمشق لطرح فكرة استنزار شخصية يهودية في أول حكومة للاستقلال، وهي الفكرة التي نالت استحسان السلطان وتبناها من دون تردد اعتبارا منه أنها ستكون فاتحة لعهد جديد في تاريخ المغرب المعاصر. وفي هذا الإطار، أي في إطار التأسيس لثقافة جديدة تأخذ بعين الاعتبار مشاغل المغاربة اليهود وانتقاداتهم، سعت أطر حزب الشورى والاستقلال خلال أيام انعقاد مؤتمر إكس ليبان إلى عقد لقاءات بين ممثلين عن اليهود والوطنيين المسلمين، كان أهمها الذي حصل في إحدى مقاهي المدينة وضم ممثلين من حزب الشورى وحزب الاستقلال ومسؤولين عن مجلس الجماعات اليهودية الذي كان يرأسه جاكد هان، وهو الاجتماع الذي بدا فيه واضحا أن النخب اليهودية القديمة غير قادرة على رفع التحديات الآنية، وأنه من مصلحة الجميع الاعتماد مستقبلا على نخب يهودية جديدة منبثقة من الدوائر الليبرالية. وهؤلاء هم من سيراهن عليهم حزب الشورى والاستقلال، وأهمهم جميعا سام بن ذراف الذي يمكن نعته بأكثر المغاربة اليهود شورية، وسيلعب أدوارا مهمة كإطار حزب وفي وقت لاحق كمقرب من ولي العهد الأمير مولاي الحسن. وتبقى أهم محطات الحزب في سعيه لإدماج المغاربة اليهود والتصريح الصحفي الذي أدلى به اعتقاد ابن جلون لأسبوعيات جويش كورنيكل، وهي إحدى أكثر نشرات اليهودية العالمية تأثيرا ونفاذا، ويمكن وفق جميع المواصفات اعتبار التصريح وثيقة مؤسسة ليس فقط للعلاقات مع المغاربة اليهود، وإنما للتصور العام لما يجب أن تكون عليه الدولة المغربية بعد الاستقلال. قد يقول قائل إن هذا الجيل أول من الوطنيين كان طوباويا ومثاليا، والحق أن الوطنية من دون طوباوية ولا مثالية لا تستحق أن توصف بالوطنية. المهم أن حزب الشورى والاستقلال ظل فيما يتعلق بالمغاربة اليهود وفيا بمبدأ حرية التنقل، أي أن يهاجر كل يهودي يرغب في ذلك من بلده صوب أي بلد آخر، شريطة توفره على الوثائق التي تسمح له بذلك، وأن لا ترحله جهة تعتبر عدو في خدمة بلد يعتبره الآخر عدوا. وهو للإشارة نفس ما كان يؤمن به مهدي بن برقة وكان ينعته بالهجرة الطبيعية. كان ظن الحزب أنه بالإمكان الحد من المد الصهيوني من خلال تثبيت أواصر الثقة بين المواطنين اليهود والدولة المغربية ومؤسساتها، وقد جعل الحزب من استقطاب النخب اليهودية واجبا وطنيا اعتبارا منه بأن العمل الحزبي هو أفضل وسائل لتحقيق وتكريس الغايات الوطنية المشتركة. وقد قرر الحزب عدم تأسيس شعب يهودية مستقلة لاعتقاده بأن المساواة الكاملة تفترض الاندماج في الإطارات
موجودة من دون بيت. في حقيقة الأمر لم تختلف مقاربة حزب الشورى في استقطاب العناصر اليهودية من حيث الأسلوب والآليات من التي اعتمدها حزب الاستقلال، فهو في مخاطبته لليهود شدد أساسا على ملامح الصورة الإيجابية التي اكتسبها محمد بن حسن الوزاني عند مثقفيه. فالزعيم الشوري وظف خير التوظيف تدبيره العصري وقناعاته الليبرالية وتشبعه بالأفكار الإنسية التي تجعل من القانون الأساس في مسيرة قادرة التقدم عبر اعتماد دستور مصادق عليه ومجالس دستورية منتخبة تضم ممثلين عن جميع مكونات المجتمع المغربي. وشدد الوزاني في اللقاءات التي جمعته بفعاليات يهودية على عبقرية الجنس اليهودي وبمساهمة اليهود المغاربة في معارك التحرير التاريخية، فخلص إلى ما الدولة المغربية من واجبات إزاء مواطنيها اليهود ووجوب استفادتهم من ثمار الاستقلال، خاصة ما له علاقة بتشجيع الاستثمار والتخفيف من عبء الضرائب والتحملات الاجتماعية. ثم إنه رام باستمرار التأكيد على أن الإجراءات الشعبوية لا تتوافق وما يرتقبه اليهود، حيث عبر في العديد من المناسبات وبصراحة عن رفض حزبه للقرارات الحكومية التي تمس بالحريات الأساسية معتبرا إياها غير مشروعة مهما كانت الاعتبارات التي دفعت إلى اتخاذها. ولجعل هذا الخطاب أكثر إعتادا أوقل حزب الشورى والاستقلال لسامنا حول مأموريات الترويج لرؤى الحزب في موضوع مكانة اليهود المغاربة داخل المجتمع المغربي، يسعى إلى ضبط العلاقات بين الحاكمين والمحكومين على الأسس الليبرالية يضمنها القانون والمشاركة المباشرة في المجالس التنفيذية. وحاصل القول إن المقاربة العقلانية لحزب الشورى والاستقلال ساهمت في خلق جو عام مساعد على تهدئة الأنفس وطمأنة فئات عريضة من المغاربة اليهود، ولكن رياح التهجير الصهيوني كانت أقوى بكثير من النيات الحسنة. فتشهد الحزب والأحزاب الأخرى والدولة المغربية في كسب ما أسماه كارلوس نصري في مقال له على صفحات جريدة ديمقراسي رهان البقاء في المغرب المستقل. وشكرا.